احتفلت قيادة القوات البرية بتخرج 3 دورات للكوادر الإعلامية التابعة للقيادات والفرق ودوائر وزارة الدفاع رئاسة أركان الجيش والأجهزة الأمنية العاملة ضمن وزارة الدفاع. وحضر الحفل أمين سر الخلية الوطنية للعمليات النفسية ومدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي والناطق باسم العمليات المشتركة ومدراء إعلام جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية. يستمر تدريب الكوادر العراقية بالقوات المسلحة العراقية من الجيش ومن جهاز مكافحة الإرهاب من منتسبي وزارة الداخلية لتلقي العلوم الحديثة في مجال الإعلام والعمليات النفسية. أعتقد اليوم ما يميز هذه الدورة هي 3 دورات، هي دورة مدربين، ولأول مرة انتقلنا إلى دورات مدربين ودورة مخططين إضافة المشغلين، فأصبحت الآن لدينا نواة كوادر تدريب وكوادر تخطيط وتشغيل. أعتقد مهم جدا، وخصوصا بعد توجيه القائد العام للقوات المسلحة في بناء صنف العمليات النفسية في الجيش العراقي وصنف الإعلام. اليوم احنا فرحانين بتخرج كوكبة جديدة من هؤلاء الأبطال للمؤسسة الإعلامية، وكما تعلم أنه الحرب القادمة هي حرب إعلامية، كون التنظيمات الإرهابية لا زالت لها بعض البصمات على ما تقوم به من خلال نشرات تحاول أن تغطي خسائرها وهزائمها اللي تلقتها من قبل قواتنا الأمنية، ولذلك نحن أيضا يجب علينا تحسين قواتنا الأمنية وتحسينها ورفع قدراتها المعلوماتية والإعلامية من أجل أن نكون بالمرصاد لمثل هذه الأمور. بداية تحياتي لكم ولإعلام وزارة الدفاع. حقيقة كان دور الإعلام الحربي مهم خلال العمليات العسكرية التي خاضتها قطاعتنا، ونقل حقيقة الانتصار وحقيقة ما قام بأبناء القطاعات المشتركة. الآن المهمة ستكون أصعب للإعلام الحربي، لهذا نرى أنه كقيادة عمليات مشتركة وبالتنسيق مع إعلام وزارة الدفاع وكذلك قيادة قوات برية وأيضا المستشارية الأمن الوطني المتمثلة بالخلية الوطنية عمليات نفسية، فتحنا عدة دورات. هذه الدورات هي دورات لمدربين ومخططين وأيضا مشتركين جدد. واستمرت الدورة التي شملت المخططين والمشغلين والمدربين لمدة 25 يوم ضمن برنامج تدريبي يسمى فوغالس، وبإشراف كوادر تدريبية من قبل قوات التحالف الدولي لغرض الارتقاء بالواقع الإعلامي للمؤسسات الأمنية وجعل منتسبيها على دراية ومعرفة بالتحديات التي يمثلها الإعلام المعادي والتصدي له من خلال التخطيط السليم الذي تعلموه المشاركين في هذه الدورات. نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من منتسبينا من كوادر إعلامية في قيادات العمليات والفرق، وأيضا من دوائر وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المنضوية تحت وزارة الدفاع، وحتى اشتركوا في هذه الدورة من جهاز مكافحة الإرهاب في هذه الدورات 3 من الكوادر الإعلامية من الضباط والمراتب والموظفين. أكملنا دورة إعداد المعلمين في العمليات المعلوماتية على يد كوادر قوات التحالف. هذه الدورة لتطوير الإعلام الحربي في الجيش العراقي، وتلقينا دروس نظرية وعملية سوف تترجم في الوحدات العسكرية. In fact, the students during the courses were very enthusiastic and showed a great. الطلاب استقبلوا المعلومات بصورة جيدة جدا، وكان تفاعلهم كبير مع المشاركين من الأساتذة، ونعتقد أن هذه الدورة ستكون مفيدة جدا للمدى البعيد للضباط والمراتب العراقيون، لذلك نحن فرحين جدا بهذا الحجم الكبير من التفاعل الذي تفاعلوه معنا المشاركين في هذه الدورة. هذه المعلومات كانت حول العمليات النفسية والإعلامية، وهي بذلك ستكون مفيدة جدا لضابط الإعلام والمنتسبون في أقسام الإعلام. هذه كذلك المحاضرات والدروس النظرية والعملية كانت بخصوص محاربة الإشاعة وكذلك إدارة التعامل مع المواقع الإلكترونية وكيف يمكن التصدي للإشاعات. Captain Eric Caltrider, United States Marine Corps.